أنا بحلم إني أعمل برنامج يشفي غليلي وغليلكم من المصايب اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا. برنامج رح يكون زي كيف بدي أشرح لكم، الغسالة الفل أوتوماتيك، بغسل بعصر كل الأخبار والترندات اللي عم نشوفها بالسوشيال ميديا بالعالم، وأنا بإيدي هدول التنتين رح أنشرها على شاشة عمان تي في. محسوبتكم نادية الزعبي، وأنتوا عم تحضروا أول حلقة من برنامج سكرين شوت. في حلقة اليوم رح نشوف كواليس فيلم باد بويز الجزء الخامس، بطولة ويل سميث، جوني ديب وأحمد سعد. مقابلات طلاب امتحان التوجيهي تقسم الشارع الأردني بين معارض ومعارض جداً جداً. تعرفي نادية، سنتين كورونا، مقابلة حصرية مع الممثلة باميلا الكي لفك شفرة اليونيفرسول. جاي على نفسك ليه؟ مشاهير العالم في مصر، بطلع لك مع كل اثنين عمرو دياب واحد فين ديزل ببلاش. إثارة الجدل صارت صنعة عند عدد كبير من الفنانين. مثلاً عندكم أخوكم الفنان أحمد سعد، عرفتوه؟ عليك عيون لا بتنافق ولا بتخون. هذا أحمد سعد نشر صورة على تطبيق إنستغرام هو وأصدقائه، مش أصالة وتامر حسني، لا، أصدقائه الجداد ويل سميث وجوني ديب. الحلو شو كتب أحمد تحت الصورة: إحساس جميل إنك تجمع أصحابك، شكراً على الزيارة. هلأ أنت كمتابع لأحمد سعد، الصورة اللي بتيجي براسك دغري إنه ويل سميث كان قاعد زهقان بميامي، دخل غرفة نومه، جاب علبة البسكوت اللي عملها علبة صور قديمة، شال منها رزمة صور الطفولة، وهو عم بيقلب شاف صورته مع جوني ديب وأحمد سعد لما كانوا بالصف الأول بمدرسة منهاتن الثانوية للبنين. مسك موبايله، غرغرت الدموع بعينه، رن عويل قال له: بالله عليك اتصل لي يا أحمد وخلينا نعمل ريونيون، وبالمرة جيب معك ياسمين صبري، اشتقنا لها. طبعا الشباب على انستغرام ما بيوفروا فرصة عشان يعلقوا على هيك نوع من الصور. عندك أختك ميرنا مثلا قالت: إن شاء الله تطلع فوتوشوب. إسراء علقت: دي أحلام العصر بجد بقى. كمان في متابع قال: آه طبعا دول أصحابه من أيام مدرسة هوليوود الابتدائية المشتركة. على ذكر نفس النكتة اللي أنا حكيتها بس غير اسم المدرسة. الصدمة وين يا جماعة؟ إنه هاي مش أول صورة بتجمع أحمد سعد مع جوني ديب. ارجعوا لورا لل 2023، نلاقي انه احمد نشر صوره كمان مع جوني ديب وكتب عليها: نورتي بيت اخوك يا حبيبي. يا جماعه انا يعني راسي عمر ايرور، هم اصحاب ولا صادفت انهم اجتمعوا مرتين؟ طب لنفرض انهم اصحاب، روح شو الرابط المشترك اللي جمع بين احمد سعد وجوني؟ يا جماعه فهموني، معقول اشي خاصه بالطلاق والنسوان؟ يعني معقول مصيبة جوني ديب مع أمبر هيرد خلته يتقرب من أحمد عشان يطبطبوا على بعض؟ يعني مثلا أحمد بيقول له: ربنا ريحك من أمبر. جوني رد عليه قال له: الحمد لله، وانت ربنا ريحك من سمية. هو هذا السيناريو الوحيد اللي ممكن يقنعني للأمانة. بصراحة هاي الصداقة الغريبة ذكرتني بالمغني اللبناني وديع الشيخ لما سألته المذيعة عن المونديال وقالها: أنا ما بتابع كرة بس كلهم أصحابي. خبرنا اليوم مين بدك تشجع بالمونديال؟ نعرف بعد فترة كتير قصيرة. والله أنا بصراحة مع أنه اللعيبة أصحابي بس أنه أنا ما بحب مين أصحابك؟ كلهم أصحابنا. معروفاً انترناشنال وديع الشيخ، ما تخافي. طبعاً تاني يوم كل المتابعين تمسخروا عليه، قالوا له: شو اللي عرفك باللاعبين العالميين؟ الفاجعة وين كانت؟ تاني يوم بلشت توصل الرسائل من اللاعبين لوديع الشيخ، إشي مارسيلو، إشي ناتشو، إشي لوكاس، كلهم مشتاقين لوديع ومستنيينه بإسبانيا. Hi وديع الشيخ، how are you? We wait for you in Madrid after World Cup, okay? See you soon. See you my friend. Hello my friend, وديع الشيخ، how are you? I hope you are well. Long time we don't see you. Come to Qatar. I want to see you. Come on, we miss you. I hope you are well. Bye bye. شوفوا أنا برأيي بلاش تستفزوه أكتر لأحمد سعد، أحسن ما بكرة يصير بده يحط على عيوننا وفجأة تلاقوه عم بيشارك فيلم قراصنة الكاريبي مع جوني ديب ويكون شخصيا هو اللي عم بيسوق السفينة. أمينة شلباية خبيرة الإتيكيت الرائعة من حوالي السنة أطلقت قناة خاصة فيها على يوتيوب وبتابعها ما شاء الله أكثر من 290 ألف شخص، تهتم بكل ما يخص المرأة من جمال، أزياء، صحة، رشاقة، أسلوب حياة وإلى آخره. أمينة نشرت من كم شهر فيديو على القناة تحت عنوان إتيكيت تناول الشيبسي.
عشان تعلمنا فيه على أصول وقواعد تناول كيس الشيبس بطريقة مهذبة وراقية. مالك أمينة، هتتاكل إزاي؟ ليها إتيكيت، ليها أصول بصراحة، يعني أصول، شوية أصول. الشيبس وأرجوكو هو بيعمل صوت، فبالراحة ننضغ بالراحة. في الآخر بيبقى البطاطس تحت طبعاً، الفليفر كلها، لو بقى باربيكيو، لو ملح، ألاقيكوا بقى إيه، دخلتوا أيديكوا وفي فرافيت وعايزين الفرافيت وبتعملوا إيه؟ ليه؟ لما نخلص الكيس أكيد نمسح إيدينا بكلينك. والله كاسة مية حبيبي. ولو مفيش حتة ترميه فيه أرجوكي ما ترموش في أي حتة. نكمل؟ طبعاً السوشيال ميديا ضج بهالفيديو، وبلشوا المتابعين يعملوا فيديوهات. ما بدنا نقول مسخرة، عيب عيب نقول مسخرة، لا خلينا نكون راقيين شوي، يعني خلينا نقول هي فيديوهات محاكاة للإتيكيت، لإتيكيت أكل الشيبس. البطاطس هتتاكل إزاي؟ آه زنقتي نفسك يا أمي، على الله تقولي إن الشيبس هيتاكل بالشوكة والسكينة عشان نشوفك وأنت بتفرفتيه قدام. بنمسك الشيبسي بالسبابة والإبهار، ما ينفعش نمسكها كده. بلاش ويقع بقى علينا ونعمل أصوات ونمسكه وكده، لأ نفتحه الطبيعي واحدة واحدة. لو عزمة ناس، دي مين الست النتنة اللي هتعمل عزومة على كيس شيبس؟ بلاش تقلي كده، كده بقك هيتعاص. فأنا ما دبش إيدي جوه الكيس، يعني هو واحدة واحدة، والله عايزة كمان بنزله كده. الاقيكوا بقى ايه، دخلتوا ايديكوا وقاعدين بتلحسوا. لا لا انا بقوم رافعه كله كده اهو، افتح الكيس واقعد الحس، وفي الاخر الحس صواب وامسح في البنطلون. وارجوكوا هو بيعمل صوت، طب الراحه ننضغ بالراحه، اللي هو الاقي ايه كده هو ماشي قوي كده. انا هبص للجانب الحلو انك اخيرا تخليتي عن الشوكه والسكينه واخيرا استخدمتي المعلم. والله انا اللي مخوفني مش هذا الفيديو، انا اللي مخوفني يا جماعه انه الاتي يكون اعظم. يعني مثلا يخطر على بالها الست امينه بعد يومين ثلاثه تطلع لنا فيديو عن اتيكيت التنفس، يعني يقوم ما يزبط معنا. لا سمح الله لا سمح الله. بدك نصيحتي ستي من الاخر، بلا لك هالشغله، والله ما هي شغلتك. في شك إنه الممثلة اللبنانية باميلا الكيك متألقة دائماً بأعمالها وبتلمع بأدوارها زي ما شفناها بمسلسل كريستال. بس الإشي اللي اكتشفناه مؤخراً عن باميلا بأنها كمان متألقة كإنسانة. شباب موسيقى بالله. باميلا يا جماعة مش إنسانة عادية، مش إنسانة أرضية زي وزيك. إحنا عم نحكي عن باميلا الفكرة، الفكرة العابرة للقارات للعوالم. احنا عم نحكي عن روح الفنان اللي طافت في أرجاء المعمورة وطرطشت علينا احنا السكان العاديين. فأنا بطل شخص من وراي أنا، ما في أنا، في من ورا فكرتي أنا، فكرة صرت فكرة قال سيئة باسمها باميلا عيلة الكيكي بلبنان، بس أنا فهمت أني يونيفرسل، توصلت على يونيفرسول، روح يونيفرسال مش بس يونيفرسال. فكركم هلا انتوا قاعدين ورا الشاشه وعم تحضروني انا؟ لا يا حبيباتي، ما في انا، انا صوره قدامكم عم بنقولها الساتلايت. هلا صادفت انه اسمي ناديه عيلتها الزعبي وعامله برنامج بتحكي فيه عن باميلا، بس الاساس هو الساتلايت اللي من خلاله عرفت انه لازم اعمل دايت لحتى اوصل لجسم صحي. قولوا لي ليه ما بتروحي لبرا؟ بقول لهم برا بده يجي لجوا. والله وأنا زيك يا باميلا، دائماً بيسألوني بيقولوا لي what do you do for living؟ بقولهم living هو اللي لازم to do for me. تعرفوا ليش؟ لأنه في أنا. هلا المشكلة إنه الإنسان لما يوصل لمرحلة الأنا اللي وصلتها باميلا الفنانة بتصير تبطل قادرة تتحمل الوسخ الفني، فهي تنتقل من مرحلة التبشير لمرحلة التكنيس. أنا قلت عن حالي سمكة الزبالة. تعرف شو يعني سمكة الزبالة؟ يعني بهيدا الأكواريوم الحلو زملائي مش كلهم وزميلاتي كلهم ألوان وعم بيرقصوا بالنص، بس مين بينظف لهم تيكونوا قاعدين عم بيرقصوا هول؟ الناس اللي مثلي أنا سمكة الزبالة حبيبي، أنا جاي نظف أكيد، أنا بلاي بتموت من الأكسجين. بصراحة أنا بعد هذا الفيديو قعدت أسأل حالي عن جد هاي الأفكار هي أفكار وخواطر؟ طب يا جماعة بلكي وساوس شيطانية والعياذ بالله. مش خايفة منه؟ هيدا رفيقي صار
شيطان. أوقات بتمسخر عليه إذا لابس مش حلو أحمر، مش لابق مع أحمر تاني. هلا للأمانة فريق الإعداد طلع كتير فيديوهات لباميلا. ده بيقولوا لي في ناس كانوا ملحدين من ورايا بيصيروا عندهم حشرية، فأنا بطل شخص من ورايا أنا، ما في أنا، في من ورا فكرتي. يلا شباب بعد معكم 5 دقايق قبل ما لم الورق. من ورايا بيصيروا عندهم حشرية، فأنا بطل شخص من ورايا أنا، ما في أنا، في من ورا فكرتي. أنا فكرة، صرت فكرة على ثقة باسمها باميلا، عيلتها الكيكي بلبنان، بس أنا فهمت إني يونيفرسل، توصلت على يونيفرسول. بس أنا بتعرفوني مستحيل أستغيب شخص وأحكي عليه، عشان هيك قررت إني أستقبل على الهواء مباشرة الفنانة باميلا الكيك. تنوي بتجرد تام عن الموضوعية والمصداقية، تم عمل هذه المقابلة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في لقاء لم يتم تصويره مع ضيف لم نقابله أصلاً، فكل اللي حتشوفه هلأ هو من وحي الخيال وبعيد عن السخرية أو التجريح، لذا وجب التنويه. مساء الخير باميلا. ما في مساء نادية، في شمس غابت إجا مطرحها العتمة. طيب ليش العتمة هي اللي إجت مطرحها؟ ليش ما مطرحها هو بيروح على العتمة؟ معك حق، عن جد تفهمي لي راسي. ولو يا بامو، أنا من أشد معجباتك. طب اسمعي سؤال، ليش أنت فجأة يعني طلعت عندك هاي الشخصية؟ ليه بلشتي تحكي فلسفة وما ورائيات؟ شو قصتك؟ تعرفي نادية، سنتين كورونا وانهيار اقتصادي وقاعدين بالبيت ما عم نعمل شيء، لا أفلام إلا مسلسلات، فقلت يا بدي اتعمق بحالي واكتشف مين باميلا الكيك، يا بدي جن على الذهب. واكتشفتي مين باميلا الكيك؟ إلا جنيت على الذهب مثل ما شايفي يعني. بس الإشي اللي منيح إنك عارفة هذا الإشي. Exactly. أنا بس جنيت اكتشفت مين باميلا، اكتشفت الأنا اللي جويته، اكتشفت اليونيفرسول، وعرفت إنه أنا مش باميلا الكيك، أنا باميلا الكل، أنا كل شيء، أنا فكرة، أنا نسمك، أنا هون، أنا هنيك، أنا هي، أنا هن، أنا أنت، وأنت أنا، ونحنا ماشي، بس نحنا كل شيء. فهمتي قصدي؟ ها؟ فهمتي قصدي نادية؟ طبعاً طبعاً فهمت. شو فهمتي؟ فهمت إنك عالملل انجنيتي. لا بس أنا اللي قصدي إياه لأنه بتعرفي الفنون جنون، فاكتشفتي حالك أكثر بهاي المرحلة ولا لا؟ مليون بيمية. باميلا في نهاية اللقاء بحب أهديك أغنية الفنان الكبير عبد الباسط حمودة، أنا مش عارفني، أنا تهت مني، أنا مش أنا. تشاو. على مر الأجيال والعصور طول عمره امتحان التوجيه هو يوم يقتصر على إنه الطالب بصحى الصبح بفطر لبني أو زعتر اللي هو، الوالدة بتسلخه بالمشط وبتعمل له تسريحة فريد الأطرش، بتفقعه بوسع خده وبتقول له بسهل يمه، وبروح بيعمل هالامتحان وكان الله بالسر عليم. الخوف اللي كان يعيش الطالب قبل الامتحان وبعد الامتحان ما حدا كان يعرف فيه إلا ربنا، لحد ما إجا عصر المقابلات. وبزمن مين؟ بزمن جيل التيك توك. عرفتوا جيل التيك توك؟ طلاب موديل 2006. هون تحول امتحان الثانوية العامة من يوم دراسي لأحلام العصر، لأبيات شعر، دموع، عتفاؤل، عصراخ، عخف الدم، يعني انفصال عن الواقع بس جوا الواقع. استنوا شوي خليني أفهمكم شو قصدي. تلاميذنا الأعزاء انقسموا 3 أقسام يوم الامتحان. أول قسم نفكر إنه يوم الامتحان هو يوم الموضة بميلانو. كان عندك امتحان؟ أي متى لحقتت فيه وتعمل ميك اب؟ منه مشكلة حياتي. من امبارح ونايمة فيه؟ لا لا، الرواق هذا الميك اب ما له دخل، بس مثل القمر طالع على كرمالك لفتي لنا نظر. كيف كان مستوى الإنجليزي اليوم؟ صراحة صعب، يعني أنا شفته صعب بس أنا حليت. تعباني على الأوتفيت أكثر من الامتحان بس فللت. أنا شايفة ميكس الألوان والحركات، يعني إمتى لحقتي بس؟ امبارح بالليل ما درست، المهم الأوتفيت. ماما درست امتحان العربي لبكرة؟ طبعا ماما، ولبقت عليه أوتفيت بينك بياخد العقل. طب ماما أخدتي معاكي الإقلام؟ أخدت قلم الحمرة والآيلاينر عشان أحط النقط على الرموش. هذا أول قسم. منروح للقسم الثاني. القسم الثاني للأمانة كان يتعامل مع الامتحان كأنه علاقة غرامية بكل مراحلها. تعرفوا البدايات كلها تفاؤل وحب. I love you to the moon. Easy busy lemon squeezy. الله هذا كثير فرحانة. فرحانة. لقيت سهل الامتحان؟ سهل والله الحمد لله، يعني كل أسئلة مباشرة والوقت بكفي وزيادة يعني. طيب شو بتحكي اليوم للوزارة؟ I love you. I love you so much. قلبي دعت كلتش. في أحلى من هيك؟ في أحلى من البدايات السعيدة؟
المشكلة بأنه بالمرحلة الثانية بتتطور العلاقة، بتصير complicated. هون إحنا بنفوت بمرحلة الشك، والطالبة حقها بتصير بدها تعرف أنت عن جد بتحبني امتحان الإنجليزي ولا عم تتسلى فيه؟ رسالة للوزارة، يعني الإنجليزي make it easy please، يعني please make it easy، لأنه عن جد الإنجليزي أنا صرت خايفة منه. هون للأسف بنوصل لنقطة اللاعودة، وصلنا لنهاية العلاقة يا جماعة، والامتحان طلع قاسي وخوان، وتركني مع الورق أغرق في الأحزان. خسبالهم على هيكشي، والله إشي بسم البدن، يعني لا وقت كافي ولا أسئلة منطقية، كل سؤال بدك تدور ساعة إجابته، ما في إشي زفت، كله زفت كله زفت، يعني الدوائر كانت في صعوبات، وكمان في أسئلة جايبيننا إياها بالاشتقاق مش طبيعية، يعني في تركات كتير تمتش تركي والله تمتش. ولك شو بدك فيه تركي؟ ميت امتحان غيره بتمنوا عليكي. وطبعا تعرفوا الحبيب المخدوع مش بسهوله بيقدر يسيطر على مشاعره. رح اخلي البابا يتدخل، حتى نصه مش موجود. شو يعني جلايسين اساسا؟ شو يعني اكسده؟ بعطيكم ديسلايك وصفر من عشره للوزاره ونلتقي على التكميلي. امتحاننا سهل بس امتحان العلم صعب. هاي صاحبتي بتعيط، ضاعت صاحبتي. وين صاحبتي؟ جود فضوا حبايبي، فضوا فضوا اللي جواتكم. هسه 78 ما بجيبها، بكفي تعب بكفي نفسيتنا، حطمتوا مستقبل اولادنا، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. فضوا احسن هيك. القسم الثالث من الطلاب بفكر انه المقابلات هي لايفات على التيك توك، وبلش رسائل حب مع قصف جبهات مع خفه دم، اشي بكبر القلب والله. نيالنا ولك نيالنا. نطلع انا حبيبتي اليوم على العقبه. أيوة. ونطلع نطشك على الشط ونسبح. امتحان اليوم كثير سهل وغش صح. طب وين طشت اليوم؟ والله ما بعرف، يمكن اطلع البيادر. اشكر الوزاره على امتحان الطيب السهل، امتحان جخه. لا تقولي وزاره ولا شيء، عسى عقبه، بلا وزاره ولا بطيخ، احنا جماعه ناجحين كله غش. بحكي للوزاره ما راح تشوفوني على التكميلي، ما راح يكملني غيره. دقيقه صمت يا جماعه، عن روح اخر نكته. طبعا احنا رحنا على السوشيال ميديا لنشوف تعليقات الناس، هل هم مع اجراء المقابلات ولا بفضلوا زمن الطيبين اللي زينا؟ وبالفعل كانت الآراء متباينة، بقول لك 200% مع إلغاء المقابلات، وما فيش حدا مع المقابلات من أساسه. بيسان مثلا كتبت على إكس، نص الجيل واقع رسمي، تخيل أتعب وأربي 18 سنة وبالآخر تطلع بعشر ثواني وتحط راسي بالأرض. مقابلات التوجيه أكثر إشي ما إله داعي بالحياة. طلال غرد وقال على اللي شفناه من مقابلات التوجيه هاي السنة، الله يكون بعوننا على ثقالة دمهم أول فصل بالجامعة. أما عصام فأدلى بدلوه وقال إلغاء مقابلات التوجيه مطلب شعبي. لا، والمصيبة إنه فوق كل هذا النق والبكاء، وزارة التربية قالت إنها ضبطت 1160 سماعة بلوتوث بحوزة الطلاب. يا زلمة 1160، هدول بطلوا طلاب، هدول صاروا سيكيورتي، ناقصهم نظارات شمسية. يعني أنت كمراقب لما كنت تدخل على الصف كانوا هم اللي بيراقبوك مش العكس. ولا كمان عم نحكي إنه جاري العمل لتحويل امتحانات التوجيه للأونلاين خلال السنتين اللي جايين. يعني ساعتها كل طلاب الأردن بيفتحوا لايف تيك توك جماعي وبيحلوا الامتحان مع بعض، وبنصير بدل ما نسمع آراء الطلاب بعد الامتحان بنحضرهم لايف، والأهل بدعموا بالتكبيس والإكسبلور، وخلي المستقبل المشرق يوصل للركب. طول عمرنا بنسمع بجملة بخلق من الشبه 40، إنه على أساس كل شخص في منه 40 نسخة حول العالم. هلأ طبعا بعد عمليات التجميل تغيرت المقولة، لأنه بفضل الفيلر والسيليكون صار بخلق من الشبه 40 مليون. المفروض أنه هدول الأربعين شخص يتوزعوا على كل البلدان. مثلا في نسخة لبراد بيت بسوريا، في نسختين لألباتشينو بالكويت، في حبة جينيفر لوبيز بلبنان. بس الظاهر أنه في خطأ مطبعي، كل المشاهير عم بنخلق منهم كوبي. إيه بمصر؟ تخيلوا أنه طلع فين ديزل مصري يا جماعة، فين ديزل تبع فاست أند فيوريوس، في منه بأم الدنيا يا عمي. والله بشبه فان ديزل، اقسم بالله بشبه اكثر من فان ديزل نفسه. طبعا هذا هو اللي لازم يكون صديق احمد سعد مش جوني ديب، فنان عالمي ومحلي بنفس الوقت. فتشنا طبعا احنا اكثر واكتشفنا بانه في بدل النسخه نسختين من عمرو دياب بمصر، يعني دوبلير للدوبلير. هذا اول واحد. قلبي بيسالني عليك اتريني بفكر فيه. اما هذا فهو البرو ماكس.
بس كان اول حوار اول مره شفته كان هو بيبص لي كده وانا ببص له، ما كانش لسه فيه اي حاجه. يعني صار عندنا ثلاثه عمرو دياب في الوطن العربي، واحد بيمثل وواحد بيغني وواحد بيضرب المعجبين. انسون الفن والتمثيل، تعال نروح على الرياضه. بتحس حالك بسوق الماركات المقلده بتركيا؟ بدك محمد صلاح يوجد. العو جه، العو حاضر. احمد هاكلكم نوفر نوفر. تحيه رجاله الفيوم. حبيبي انا والله استحرم يا رب. بدك مبابي من عيوني. مبابي. بدك بنزيمة؟ هاتون لنا واحد بنزيمة للشباب. يا بنزيمة مصر، سمعت انك زعلان. انك زعلان ليه كده؟ الست علمت على الرجال. يا اخي انصوا الفوتبول، بدكم مصارعين؟ جيبوا لنا واحد اندرتيكر عزوقكم. بلعب مصارعة، بلعب كاراتيه، بلعب بوكس، كل الوان، بلعب كل العاب القوة. لسه مش مصدقين طبعا انتم. طب انسوا الكائنات البشرية، بدكم سوبر هيروز؟ جيبوا لنا واحد سبايدر مان يا جماعة. السبايدر مان خرب الدنيا يا جدعان. ايه السبايدر مان؟ انا بيني وبينكم خايفة اكمل بالموضوع، يجيبوا لي كوبي على نادية الزعبي. شو كيف يعني؟ فيه المخرج بيقول لي، المخرج بيقول لي يومين ثلاث ان شاء الله بتكون جاهزة. الله يستر. هيك بنكون استنفذنا الثواني الأخيرة من الحلقة، هاي كانت بدايتنا، ومن هون للأسبوع الجاي رح نكون متربصين على السوشيال ميديا وعم نتلصص عليكم أي حركة هيك ولا هيك، سكرين شوت بالمرصاد. سلام. بنحب نشكر محفظة إلي التابعة للبنك الأردني الكويتي وجود داي. تذوق استمتع تلذذ بنكهات جود داي 3-in-1 الجديدة.